مشاهدين وقراء إسبريس، اليوم كنتواجدوا في بروكتون وبالضبط في بيت الموسيقار والفنان العالمي بوجما. شكرا على الاستضافة. أول سؤال، نبغيك تعرف الجمهور العالم، مغاربة العالم وقراء إسبريس، يعني بطاقة تعريفية ديالك أستاذ. إيه، أنا اسمي بوجمع الرزقي، مزيون في مدينة مراكش، وخرجت من مراكش في الثمانينات، في 80، مشيت لأكادير واحد 5 سنين، ومن بعد مشيت أوروبا وجيت هنا لأمريكا، عندنا الوليدات وداكشي. أنا عايش في هاد المدينة عفوا، المدينة اللي كتسمى بروكتون، هي بعيدة بواحد نص ساعة في الساود ديال بروكتون، هنا قراب رود ايلاند هنا شوية. إوا هذا، وجينا هنا في الموسيقى. جيت أول جيت لكندا، ماشي جيت لهنا ديريكت، 87 جيت لكندا، ومن بعد 99 2000 الآخر ديال 99 جيت هنا لبوسطن. يعني تجمع عائلي، أنا ما عندي مع الأمريكانية، هي وليد وبنية، ما شاء الله، 9 سنين و14 عام. يعني المسار الفني ديالك حافل، يعني مليء ب يعني بالحفلات الكبرى، وكنت اللي كنعرف عليك انك انت شاركتي مع فنانين كبار مثلا شاكيرا وبيونسي. يعني واش يمكن لك كمغربي، يعني حنا كنعتزوا بك كمغاربه، واش يمكن لك زعما تفصل المشاهدين على التجربه ديالك؟ والتجربة ديالي أنا فاش بديت الموسيقى، حنا في الدار عندنا كانت ممنوعة الموسيقى، أنا تعلمت الموسيقى في الزنقة، حتى شنا هاديك القضية مشيت للمعهد زعما، وهادي المعهد ما ينسى هاديك الوقيتة، وتعلمنا في الزنقة هكا، تعلم عند هذا، وما كانش مع الحالات الفقر ما كانش فلوس بزاف، وداك الشيء الآلة اللي مشيت ليها هاديك السنة كانت خصني نعزف العود، وهي كانت تعجبني في الآخر. ناي ديك الساعة كنت نشريه ب20 ريال 10 دريال، ماشي مساويين من جامعة فنا من مراكش، دوك الناس تيصايبوهم، كانت تما ديك الساعة الخير موجود والقصب، غيرنا دابا ما كاين والو مع المعمار والبناء. إوا هذاك تعلمت ليه، ولكن ناي الآلة صعيبة شوية، ملي تعلمت ليها خلاتني نضرب بزاف ديال الآلات في الآخر، تعلمت العود، نضرب كمانجا، لورك، لوطار، هادشي كاع اللي كتشوف هنا، هاد الآلات كلهم، البيس، كلشي كنعزف بزاف ديال الآلات، البوس، قراوات، كاين بزاف الآلات، غير هنا زعما ديال المنظرة ما. بيسمان كل عوض الآلة، يعني أنت دابا حاليا فنان متكامل، يعني يمكن لك تعزف على أي آلة. إيه إن شاء الله، كمان جا العود، الناي، لورغا، ما شفتيهم تما لورغا من حدا الآخر. يعني أخرج معاه، واش ممكن لك تهضر لنا شوية على كيفاش سجلتي مع شاكيرا ومع بيونسي ومع فنانين كبار عالميين؟ قبل هاد الشيء، أنا ملي مشيت لكندا أنا عزفت مع فنانة بحال إيمن في المغرب، عزفت أول خطرة كان طلع المسرح، هي جي حتى جامعة فنا في السينما مبروكة في 79، أول خطرة حفلة ليا كان عزف الناي مع نعيمة سامح، ما شاء الله، مع نعيمة سامح، ودرت داك السولو ديال ياك جرحي، فهمتي داك الأغنية، شحال ديال وديك واحدة انت هي السميه ديالها، فهمت انا عارفين اللحن، يعني اللحن هادي، ومع عتيق عمار، مع السي عبد النبيل جديري في اضواء المدينه ديك الساعه، ماشي مواهب، عبد النبيل جيراري، وكان عبد الله عصامي كمان، درنا مشينا للتصويره، وبني من هادي كان مع عتيق عمار، ما شاء الله.
وبعد تاني سجلت مع السيرك دي سولاي اللي كان في كندا، ومع الراديو راديو كندا ديال سيرك دو سولاي، دي واحد القافله كبيره يعني. اول قافله درت معاهم الالبوم 12 ديالهم اللي هو كيسميوه دراليون. إيه هذا كان، انا هما قالوا لي باش بغينا نديروا القران في التجويد، حيت انا كنجود القران ما شاء الله. دول انا دابا عندي واحد يعني عندك القواعد. اي انا جودت، انا ملي كنت في 5 سنين في ذاك في ديك 12 عام في الملاحظه، كان ذاك السيد سي طيب كحل العيون اللي كان ديما في التلفازه، كان استاذنا ديال السي او ديك الساعه الملاحظه، كنمشي له الحمد نجود القران، رافعني على جود القران. دابا كنمشي لاوروبا نجود القران، كنمشي مع واحد الفرقه، مشيت شحال من خطره، كله عندنا تبارك الله، عندنا الشلحه، عندنا الشرقي، عندنا الاندلسي، عندنا كاع الالوان، فنون، كاين 16 فنون، التراث، التراث ديالنا تبارك الله كبير. داك الشيء علاش دابا المغاربه الموسيقيين فين ما مشاو زعما كيحمروا الوجه تبارك الله. كاين كيفاش دير موسيقى ديك التجربه ديال شاكيرا؟ يعني هضر عليها شويه فهمت. شابيونسي هي كانوا واحد السيد نيت من هذا اللي كنخدم معنا مع الشرق انسامبل، كان هو البرودوسر، وخاصهم المونتاج، خاصهم عازف ناري يدير لهم في واحد الديسك، هي واحد 30 ثانيه مقطع مخلصوني مزيان زعما في هذيك. انا كنت فرحان داك الشيء، واخا ما كنت مع القي، وهذاك الشيء هو بيوتيفول لاير اسمه، يعني الكذاب الجميل. سي بوجماعه مؤخرا يعني كان مشكل وقع لك، كان حديث جميع الاخبار العالميه، مثلا الاخبار الامريكيه والروسيه يعني والعربيه، سمعنا ان وقع لك شي مشكل على قبل النهايه ديالك، يعني واش ممكن لك يعني توصل للناس شنو وقع لك بالضبط باختصار؟ ايه القضيه صعيبه شويه بحق هذا، انا كنعتبره هذا في الحقيقه ظلم. واحد الانسان تكون جايب الات ديالك، انا في الحقيقه كنجيب شي ماتيريال باش نصيب، ولكن كان يابس زعما، ماشي هذا مش عام خطرت حياتي كلها وانا تنجيب الكسب باش نصيب، لانه هذيك هي حرفتي خصني نصيب النايات. وهما دابا ملي شافوا داك الشيء هما شدوا داك الشيء وحرقوه، ما عيطوا عليا، ما استدعوني. نورمالمون الا جايب شي حاجه منتوجات فلاحيه كيعيطوا يقول لك ما ديكلاريتيهاش، تخلص 250 دولار وسدات ماذا؟ ما عيطوا عليا، وانا جاي من اسبانيا من مدريد، وقعدت 4 سوايع ونص لاي اوفر باش نقبل الطياره اللي غاديه من نيويورك لبوسطن، وهذيك الطياره مازال دارت ثاني الروتار ديال واحد 45 دقيقه. واش هاد الناس، انا خرجت كاع، خرجت من الديوانه وعاود دخلت، فهمت؟ حرقوا لي النايات 11 ناي جوج كوالات، وهم احسن نايات ديالي بروفيسور اللي كنلعب بهم. ولكن انا ما حبسش، انا الموسيقى راه ديما كاينه، ما غاديش، لانه في نفس الوقت هما اللي كيحبسوا لي واحد الناي، واحد الفن هو اللي كيخرج من روحه من قلبي، هذا هو اللي بقى فيا، كيحبسوا لي ويحرقوه، هما ميم طون كيدخلوا الاطنان، الاطنان ديال هذا القصب هذا، ها هو شتي 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 القصب اللي هي الفوق، ايوه هذا ها هو هذا ديال البانكو، كيجي بالاطنان كيتباع في الجابلوط هذا القصب هذا، ها هو هذا تا هو راه نفس تا هو راه كراس تا هو عشب، كيدخلوا الاطنان ديالو في الباطوات كيجيو من اسيا، يعني كيدخل بمرخص. وهذا الناي هذا علاش باش نقول لهم بان راه ما تقدروش تحبسوني، ولكن كوميم انت هذا الناي هذا هو صايبتو، صايبتو مع القصب ديالهم اللي كيجيبوه من اسيا، هو ماشي بحال الاخر ديالنا حنا، ذاك هذا كيتسمى الغاب، وهذا كيتسمى البامبو، الغاب هو الريز وهذا البامبو، حنا تنقولوا له القصب الرومي، الرومي القصب الرومي ما كنصايبوش منه النايات، ولكن انا حيت هذا القصب الرومي هاد العقاد ديالو والمسافات بعاد، تنشد انا تنقسم داك الشيء هكا وكنديرو هذا، دابا ناي من 9 البياسات ماشي بياسه وحده، فهمتي؟ ولكن طلع منه ناي كتعزف فيها. صافي كون عيطوا عليا تنتفهم، على الاقل نصوب فيه النايات ديالي، والقصب الاخر باقي ما صايبتوش يديه حرقوه، ولا النايات ديالي اللي عندي راه كان ناي اللي حرقوه، كان ناي اللي كثر عنده اكثر من 24 عام، هذاك كاين ناي تما اللي كبر من بنتي الاولى اللي عندها 25. انا ما متفقش مع الناس اللي بغا يديروا الملايين من الموسيقى، ولا تيكونوا ماشي مشكل، ولكن اولا من ناحيه كانسان كادمي كبدن، بالنسبه يعني الموسيقى او الفن واي فن روح كيتقوت بها الانسان، كتخليه مرتاح صافي،
تقدري يكون عندك بزاف الفلوس الملايين ولكن ما تكونش مرتاح. مرتاح. يكون عندك شي 10 دريال ولا شي فهمتي. تكون مرتاح. وكتنطق زينة الدنيا صاحبي فهمتي. ولا ما تكون عندك شي 400 وانت غادي كتجري بحال شي عاود بلا ما صعيب الحال. اه صعيبة. بجمعة يعني لا شنو هي النصيحة اللي تبغي تنصح؟ هو الانسان اللي تنصحو هو ملي كتشوف عنده الميول. وعادة الفنان ملي تيكون عنده ميول صافي كينطلق ديك الساعة كتشوفو نتا واخا ما يسولك كتشوفو بأن عنده مواهب نتا كتمشي عندو وكتنصحو. الحياة في أمريكا ماشي سهلة شوية. الإنسان خصو ديما يخدم وفهمتي وبزاف الحوايج وداك الشيء عرفتي دولة أخرى. المهم أنا اللي كنصح لأنه أنا في الحقيقة موسيقي ولكن موسيقي على قد الحال ديما واخا دزت التلفازة وفهمتي ودزت مع بزاف الفنانين ولكن انا مازال ما درت انا كان يفتي عندي استديو انا عندي البرودوي ديالي مازال انا كنحاول حاول باش ولكن بشويه زعما ماشي مشكل لانه انا فرحان يعني بالحاله اللي فيها مع الناس انا عندي علم على الموسيقى كيف غاديه من هنا والناس وكنتلاقى مع جميع الموسيقيين جميع الانواع بالهنود الامداح اليهود النصارى مسلمين كل شيء قال الموسيقى لأنه الفن ماشي حرب فهمتي آلة شد آلة زعما ماشي شد بندقية أحب أنا قراء إسبريس خليكم مع هذه الجميلة مع الفنان بوجمعة إلى اللقاء. هادي كنهديها لجميع المغاربة والفنانة والعالم كله. هادي كنت شجدها في باريس مين كنت واحد وقت في باريس واسمها نعيمة وإلى لقاك وكان سمحوا لنا على إذا درنا شي غلط لا شي حاجة ولكن هادي الحياة.